أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم فرعون يعتبرون مشركون في الربوبية لأنهم اتبعوا فرعون وقد ادعى أنه هو الرب؟ هل معطلة؟ ما هم مشركون، هؤلاء معطلة، لا يقرون بالرب، يعني فرعون يقول أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فهو يجحد وجود الله عز وجل، وهم صدقوه في هذا فصاروا معطلة. نعم، معطلة لوجود الرب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ومثله كل الملاحدة اللي لا يعترفون بوجود الله ويقولون الشيء طبيعة، الطبيعة هي اللي توجد الأشياء، ويقولون إن ما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا، هؤلاء يقال لهم دهرية ومعطلة. نعم، ما هم مشركون، معطلة. المشرك أحسن حالا منه، لأن المشرك يعترف بوجود الله لكن يتخذ معه غيره، أما هؤلاء لا يعترفون بوجود الله. نعم، جميع الملاحدة وما أكثرهم اليوم. نعم.